يقول: من النوازل العظيمة التي نزلت بالمسلمين تسلط الكفار ومحاربة الدين، فهل من كلمة حول هذا الأمر، وما موقف المؤمن من ذلك؟ المشكلة أن الدين يحارب الآن في بلاد المسلمين من المنتسبين إلى الإسلام قبل الكفار. كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحاربون الدين علانية في الصحف والمجلات والمقالات قبل أن نصل إلى الكفار، فالمصيبة عظيمة. لكن واجب المسلمين أن يقوموا وأن يجاهدوا في سبيل الله بالكلمة، بالكتابة، بالبيان. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، جاهدهم بالسلاح وباللسان وبالقول وبالفعل وبالبغضة والبراءة. نعم.